بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم معنا موضوع جديد قديم له علاقة بما سبق، وهو موضوع المصادر. كنا تحدثنا في بداية المساق عن موضوع مصادر الخبر وقسمناها إلى عدة تقسيمات. نستذكر سويا هذه الأنواع والتقسيمات حتى نخلص إلى موضوع وكالات الأنباء. من تذكر لنا التقسيم المصادر؟ تفضل إيمان. داخلية، لحظة، أو ذاتية، وعندي خارجية. تمام، هذه الداخلية والخارجية. المندوب والمراسل، هذول أبرز، في بضيفوا لهم المحررين أحيانا أو الأقسام التحرير. تمام، طيب صحيح. هناك قاعدة ذكرناها في موضوع الخارجية، يعني بمعنى بدلا من أن نعددها هي ممكن تصل إلى 20 مصدر، يعني المجال مفتوح. عشان المجال مفتوح بسطنا المسألة لكم، قلنا لكم في قاعدة بسيطة: كل مصدر يستقي منه الصحفي أو المؤسسة الإعلامية خبرا أو معلومة أو رأيا فهو بمثابة مصدر خارجي. نقطة من أول السطر، مسألة واضحة. يعني أي مكان، شخص، سواء كان مصدر بشري أو وثائقي، بنستقي منه معلومة فهو يعد بالنسبة لنا مصدرا خارجيا. واضح؟ زي ايش يعني؟ زي ما حكت زميلتكم، أبرزها وأهمها وكالات الأنباء، الإنترنت، المتحدثون، الناطقون، الإعلاميون، الصحف، الوسائل، الإذاعات، الفضائيات، الوثائق، الأسطوانات، المجلات، الوزارات، الإدارات، العلاقات العامة والإعلام، وما إلى ذلك. سنعدد قائمة طويلة لا تنتهي من هذه المصادر. بشرية يعني أناس، أشخاص، يعني زي الناطقون الإعلاميين. وثائقي زي البيانات، زي الأقراص المدمجة، زي الأشياء الجامدة، أنت يعني الوثائق، المستندات، الحاجات التاريخية اللي أخذت منها معلومة معينة، هذه تعتبر، حتى حكينا الإعلانات مصدرا من مصادر الأخبار، وحكينا كيف بتكون الإعلانات مصدر من هذه المصادر. هل جيت حكي بالنسبة لل يعني تحدثنا انه اليوم تشابكت العملية كثير جدا بين المندوب والمراسل، لكن بتضل في بعض الفروق ليست كبيرة بين المندوب وبين المراسل. من تذكر لنا هذه الفروق؟ تحدثناها في المحاضرة السابقة. المراسل يكون خارج البلدة او يطلق عليه مراسل خارج البلدة او المدينة كلها. تمام، يطلق عليه رجل المهمات. ثلاث اصناف عندنا، المراسل له ثلاث اصناف: مقيم او ثابت، مقيم او متنقل، متنقل او متجول، والمهمات الخاصة. المندوب داخل البلد. نعم، والمندوب أكثر تخصصا لأنه بيشتغل داخل الهيئة التحريرية للصحيفة أو المؤسسة الإعلامية، لذلك هم بنتدبوه، جاية من كلمة انتداب، ينتدب، يرسل، يبعث. لكن هناك يعني شكل من أعطيكم شكل من أشكال التداخل. اليوم الصحيفة بدها توفد مندوب لديها لتغطية مؤتمر في مهمة خاصة لمرة واحدة، هو ايش اسمه؟ مندوب، لكن في هذه المهمة اصبح مراسل مهمات خاصة. فالتداخل لا يعنينا كثير جدا ولا يعيقنا بالمرة في العمل، المهم انه هذا له مهام وهذا له مهام، لكن في شغلات إضافية خاصة للمراسل الخارجي ينبغي عن انه يتصف بمهارات إضافية. مثل ايش؟ المراسل الخارجي اللغة، إن اللي بيطلع اللي بيسافر كثير وكذا لازم لديه يكون لغة واحدة أخرى على الأقل غير اللغة العربية. النقطة الثانية المعرفة الجيدة بقوانين البلد اللي هو متوجه إليها حتى لا يخترق هذه القوانين ويحترم النظم وما إلى ذلك. يعني في بعض الإضافات المطلوبة من المراسل خاصة الخارجي اللي ممكن يشتغل، لكن في النهاية إنه التنين هذولا بيشتغلوا وهم الوقود الأساسي لأي مؤسسة إعلامية هم المندوب والمراسل. اليوم لما بدنا نحكي إحنا، لو جئنا بمؤسسة إعلامية ضخمة فيها 100 موظف،
تمام، ومحررين ومنتجين ومخرجين وكل شيء، وليس لدينا مراسلين أو مندوبين. هل ستكون أصلا مؤسسة؟ بالتأكيد لا. اليوم محصلة الأخبار اللي بنسمعها في كل وسائل الإعلام من أين تأتي؟ تأتي من بالأساس من المندوبين والمراسلين، لذلك هم الأساس. وزمان في يعني في الماضي قبل عدة سنوات تحسنت الحالة، كان الاعتماد الأكبر للصحف الفلسطينية مثلا لقلة الإمكانات وضعفها وعدم وجود كادر مهني مؤهل زي اليوم. الاعتماد كان وصل في سنة في أكثر من سنة حسب دراسة، لا أذكر تاريخها بالضبط الدراسة، كان 80% تقريبا من اعتماد الصحف على استقاء الأخبار والمعلومات عن الواقع الفلسطيني من مصادر غير فلسطينية، وخاصة وكالات الأنباء. طبعا هذا مكمن خطر، هذا خطر أن احنا بناخذ من غيرنا أخبارنا. وكان كمان يمكن كانت موجودة في ذلك الحين إذاعة إسرائيل تتصدر اهتمامات الناس بصورة كبيرة جدا، لأنه لم يكن لدينا في هذا الوقت الإذاعات المحلية الفلسطينية. الوضع تحسن كثير جدا في هذا الإطار، ولكن بقي أمور أخرى تحتاج إلى تحسين. نأتي الآن إلى أهم مصدر وأهم صانع للمعلومات ولاعب في الخارطة الإعلامية العالمية، وهو وكالات الأنباء، وتحديدا وكالات الأنباء الدولية العالمية. وكالات الأنباء بسموها بالإنجليزي News Agency والWire Service والPress Agency. لا، الجزيرة ليست وكالة أنباء. خلينا نفرق بين فضائية وبين موقع إلكتروني وبين شبكة وبين وكالة أنباء، تمام؟ يعني مثلا قبل أن نبدأ بوكالات الأنباء هذه، عندما في واقع الفلسطيني عندنا إيش في عندنا وكالات أنباء؟ أو ما تسمى مجازا وكالات الأنباء حتى أكون بشكل دقيق. معا وكالة، معا صفا سما شهاب وما إلى ذلك، هذه تسمى وكالات أنباء، مسمى. لكن في حقيقة الأمر وفق المفاهيم المهنية لا تعتبر وكالات أنباء، هذه لا تعدو عن كونها مواقع إخبارية إلكترونية فقط. لماذا؟ ليس من باب التجني احنا نطلق هذا الكلام، توصيف مهني. طب لماذا انه احنا يعني نقول انه ليست وكالات أنباء؟ لانه مفهوم وكالة أنباء تنتج الأخبار وتبيعها، يجب أن تبيع زي الشركة زي المؤسسة، تنتج سلعة وبتبيعها، والوكالة بتنتج سلعة، طبعا عدة سلع عندنا حنشوفها، وبتبيع هذه السلع إلى المستهلكين في أرجاء العالم المختلفة. مؤسسة اقتصادية مش تجارية، اقتصادية، لأنه في فرق بين كلمة اقتصادية وتجارية. يعني هدف من أهدافها الربح، نعم، لكن التجارية بيكون ربح بحت فقط. لا، ما ببيعوا، ببيعوا شغلات بسيطة جدا، يعني زي الرسائل الاس ام اس حصر، ما فيش عندهم حاجات حصرية بتنباع. يعني بس بيكون في شهاب خاص بشهاب، خاص بشهاب، التصريح خاص، لكن هو طالما نشره لا يباع، يعني لا يعود عليه بالربح. رمتان كانت يعني نموذج مصغر لوكالة، لكن للأسف هذا المشروع تدمر. هذه هو المفترض هيك، حتى الصحف حتى وسائل، خلينا حنيجي للنقاط هذه كلها. اذا هذا الاستعراض السريع لواقع الوكالات الانباء الفلسطينيه، حتى نحن كصحفيين يجب ان نعرف من هي الوكاله التي تنطبق عليها المفهوم الصحيح للوكاله، ومن هي الوكاله التي تطلق على نفسها لقب وكاله او مسمى وكاله من باب البرستيج ومن باب العلاقات العامه ومن باب يعني إنها تسوق نفسها بصورة أكبر، هي لا تعدو عن كونها في هذا الإطار. نشأة الوكالات، هذا الموضوع في كثير من النقاط المتعلقة بالوكالات حرصت على أن أبتعد عن النواحي التاريخية لأنها موجودة في الكتب ولا يعنيني، يعنيني كصحفي ويعنيني أنت كصحفية أن تفهمي ما معنى كلمة وكالة، كيف تعمل الوكالة، ما هي الآليات التي تعمل بموجبها وكالة الأنباء، وكيف نتعامل مع أخبار وكالات الأنباء. هذه أهم النقاط اللي ممكن إحنا ندرسها، لكن هناك أشياء أخرى مش مطلوبة منا الآن،
لانه هذا احنا يعني تعرضنا الان لموضوع الوكالات من باب او من زاويه كمصدر. لو كان لدينا جانب اخر او مساق اخر ممكن نتعرض الى كيف او ما هي القواعد الصحفيه والمهنيه التي تعتمد عليها وكالات الانباء في عمليه تحرير الاخبار، لانه يجب ان ندرك جيدا يا جماعه انه وكالات الانباء من اكثر المؤسسات الاعلاميه مهنيه. خاصة الوكالات، أنا بتحدث عن الوكالات العالمية، عندها معايير جودة في العمل، عندها معايير مهنية ما بتنزل عنها، لكن اختلافنا معهم في أشياء أخرى بتتعلق بالسياسة وبالأيديولوجية وبالنواحي التركيز وما إلى ذلك، وبعض النقاط اللي حستعرضها الآن. فنشأة الوكالات نبعت من عوامل متعددة، تكنولوجية، اجتماعية، اقتصادية ومهنية بمعنى إعلامية. وكما تحدثت انه بعضها له اهداف سياسيه او ايديولوجيه. نقطه هذه مهمه بتفرجيني انه الوكالات ليست امرا سهلا في العالم، وخاصه احنا كصحفيين يجب ان ندرك حجم الوكاله وموقعها من الخارطه العالميه كاكبر مصنع لانتاج المعلومات والاخبار في العالم. هذه طبعا نتيجه من دراسه. 85% من اخبار العالم مصدرها وكالات الانباء. 85%. طبعا نسبة، لا لا، الفضائيات تستقي من وكالات الأنباء، لا بتشتغل بس هذه أخطبوط أكبر أضخم. عندنا حنيجي على بعض الأرقام فقط المتعلقة، أجبت نموذج واحد وهو الفرنسية، تشوفي كم مكتب وكم موظف وكم، عشان تشوفي كيف بتنتشر وكيف بتحقق يعني انتشار واسع ودخل عالي جدا. الوكالات بتفرض نفسها من خلال عدة أشياء، فعلى الساحة العالمية بتفرض نفسها من خلال عدة أشياء اللي هي الأجندة، ويمكن تدرس في نظريات الاتصال شغلة بسموها في العالم نظرية الأجندة، أجندة سيتينج، في نوع من أنواع الارتباطات في هذا الموضوع، إنه تحديد الأساس اليومي للأخبار، تحديد درجة أهمية الأخبار أي الأهم والأقل أهمية، وضع القواعد اللي بتم بناء عليها جمع الأخبار، إضافة على الاعتماد على المصادر الرسمية التي تحدد ما يتم اختياره. ومن هنا تبدأ الآن نوع من أنواع التدخل، التدخل والانتقائية في بعض الأحيان في موضوع الأخبار عن وكالات الأنباء. أعطيكم مثل كلنا بنعرفه، كيف تبدو صورة الإسلام والمسلمين في العالم الغربي؟ مشوهة، سيئة، إرهابيين، رجعيين، متخلفين، معقدين، لا يهتموا سوى بالزواج والجنس وجمع الأموال وما إلى ذلك، مظبوط؟ هذا الجزء الأكبر من الصورة. من الذي أسهم بصورة كبيرة جدا في رسم وترسيخ هذه الصورة؟ وكالات الأنباء، الإعلام، الأخبار المتناقلة عن هذا الموضوع. يعني بتذكروا في الانفجار اللي صار في أمريكا في الماراثون قبل عام، أول اتهام صدر مباشرة على طول، التهم تلقى جزافا على الإسلام والمسلمين وما إلى ذلك. حتى بالأفلام اللي بيعملوها، حتى بالأفلام دائما عندما يصوروا شخصية إسلامية، شخصية بلباس معقد، وطبعا التعامل مع المرأة تعامل بحساس جدا، وما يعني هذا حتى تكتمل الصورة من جميع أنحائها تجدي أنه فعلا هم برسخوا هذا المفهوم في الغرب. نعم. فيهم، فأول اتهام بيحكوا انه ممكن تكون هذه مجموعه عربيه، او مسلمه. دائما لازم معروف في اي مكان في العالم، اي انفجار، اي حادث، اي مصيبه، التفكير او الاتهام الاساسي والاول الى مسلم او عربي على طول الخط، بدون التثبت، بدون انه يتم في تحقيق اصلا في الموضوع. هذه كلها شغلات احنا عاصرناها من خلال عشرات السنين خلال الاحداث المختلفه اللي بتصير. نيجي لنشوف الخدمات اللي بتقدمها وكالات الأنباء. إيش بتنتج؟ ماذا تبيع وكالات الأنباء؟ هل تبيع بس أخبار منتجاً واحداً؟ لا، بالتأكيد كمان عملية الإنتاج ونوعية الإنتاج في الماضي ليست كالحاضر، اختلفت وتطورت وتشعبت كثير جداً. اليوم عندهم مجموعة كبيرة من المنتوجات، عندنا أخبار نصية اللي هي الأخبار اللي توزع على الصحف والإذاعات والفضائيات وما إلى ذلك، هذه يعني الشكل الأبرز من الإنتاج تبع الوكالات. عندنا خدمة الهواتف النقالة الذكية، هذه جديدة يعني سنوات فقط. خدمة الوسائط المتعددة أيضا، هذه من الخدمات الحديثة لكن مهمة جدا. الرسوم البيانية والخرائط،
مر عليكم الرسوم البيانية والخرائط واستخدامها في نشرات الأخبار خاصة التلفزيونية؟ مر عليكم. عشان كمان أنتم صحيح، وليس حتى في الحروب، في الحروب والسياسة اليوم كلها صحيح. عشان كمان تكونوا على تواصل بالأحدث في هذا الموضوع، اليوم في عندي نوع من أنواع الصحافة مجازا بسموها صحافة البيانات أو الإنفوغراف. هذا النوع من الصحافة يمكن بدأ ينمو عندنا في العالم العربي وشوية عندنا في فلسطين، بس مش بشكل كبير لأنه بده مهارات إضافية. شوف، كل شيء جديد بده مهارة تختلف عما سبق. هنا يقوم على التصميم بدرجة كبيرة وعرض التصميم. يعني اليوم بديش أحكي عن حروب ولا دمار ولا شيء، بدي أحكي عن دراسة علمية. بدلا من أن أعرض هذه الدراسة أو هذا التقرير بصورة جامدة بصورة نص مع صورة، بعرضه بطريقة بيانات إنفوغراف. طبعا صحافة الدراسة تعرض بطريقة رائعة جدا ومشوقة، دير بالكم الطريقة مشوقة. هذه الدراسة يتم من خلالها عرض البيانات بطريقة مشوقة وجذابة ومريحة جدا لأن يقبل على قراءتها أي إنسان. كيف؟ من خلال استخدام توزيع، استخدام جداول، رسوم بيانية، خرائط، موتيفات، صور معبرة عن الموضوع وهكذا. تعرض بجانبها الأرقام فبتعطيني لوحة فنية جمالية. هي معلومات، هي يعني أنا لو قارنت بين هذا الرسم البياني وبين ما يقابله حاجة، اللي يقابله خبر، لكن الخبر معروض بطريقة نصية جامدة، هذه معروضة بطريقة رائعة جدا فنية ومعلوماتية، فمريحة جدا وقوية جدا. كيف الفكرة تبعتها؟ بتستخدم بأكثر من طريقة، في منها ستيل ثابت وفي منها متحرك موفي. زي مثلا ذكرنا قبل قليل مثلا عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط، بياخذوا المعلومات الأولية، القناة أو المحطة، وبينتقلوا فيها إلى مهندسين تصميم بيحكوا لهم إيش المعلومات اللي عندهم، بصيروا يرسموا لهم وبيبدوا يحطوا هياكل، كيف بدأ المقاومين الفلسطينيين، كيف تسللوا، وبيحطوا منظر اللي هي القلبة الإسرائيلية واشتبكوا معهم وإطلاق نار. كل هذه شغلات فنية بتدخل في إطار هذا شكل من أشكال الاستخدام، لكن الشكل الأكبر اللي بتبيعه اللي هو الرسوم والخرائط المختلفة. في عندنا خدمة الصور بنوعيها، الفوتو الستيل أو الفيديو، وعندنا النشرات المتخصصة حسب الاحتياج، نشرة رياضية، نشرة مالية، نشرة رجال الأعمال، نشرة تحليلية، ونشرات محلية. هم المحلية بيهتموش، وكالات الأنباء الدولية بالمحلية ما بيهتموا، بس المحلية غالبا بتكون من خلال الوسائط. في عندك خدمات، لا في خدمات ملفات فلاشية، شغلات تعرض بملفات خاصة بطرق خاصة وما إلى ذلك، أكثر أوسع. هذه إذا إحنا شايفين إيش بتشتغل وإيش بتقدم لنا وكالات الأنباء، ليس فقط عشان ما نفهم إنه اللي بيشتغل في وكالة أنباء يعني بس بده يجيب خبر، لا. اليوم مثلا عندنا مكتب رويترز في غزة، مكتب رويترز في غزة في إله مراسلين للخدمات الإخبارية النصية، وفي إله مصورين، وفي إله فوتو وإله فيديو. يمكن مالوش في الرسائل لكن في إله في الوسائط المتعددة، أو ممكن يعمل يستفيد من خدمات البعض ويشتغل معهم بنظام القطعة على أساس ينتجوا له بعض الخرائط والصور البيانية والرسوم البيانية. الدور السياسي لوكالات الأنباء تحدثت فيه قبل قليل، إنه ما يعني هذا ستدرسوه في نظريات الاتصال ووسائل وأساليب الاتصال. وكالات الأنباء أوجدت في العالم ما يعرف بالتدفق الإعلامي، التدفق الإعلامي أو الفجوة المعلوماتية. التدفق قد تبدو شكل إيجابي، لكن هي إيجابي في ظاهرها بس في باطنها التدفق من الشمال إلى الجنوب، من القوي إلى الضعيف، ممن يملك إلى من لا يملك. ويجب أن ندرك جيدا يا أخواتنا إنه موضوع امتلاك المعلومات ليس معناه ربح فقط. امتلاك المعلومات، من يملك المعلومات اليوم ماله؟ يملك صنع القرار.
يملك توجيه الرأي العام، يملك تضليل الرأي العام حسب ما هو بصممه بقوته بسطوته بوسائله المتعددة بمنتوجاته المختلفة، يستطيع أن يؤثر ويجري ما يعرف في الحرب النفسية أو في الدعاية بغسيل الدماغ. غسيل الدماغ بيجعل منك إنسانة جديدة، دماغك نظيف، يستقبل أشياء جديدة مختلفة تماما عن الأشياء اللي موجودة هي في الواقع. إذن هذا بمرسوب بدرجة كبيرة جدا وموجود على أرض الواقع وإله ما يعني يدعم من أشياء. نيجي لسلبيات، إيجابيات وسلبيات وكالة الأنباء. إلها إيجابيات بالتأكيد، إلها إيجابيات كبيرة جدا لا ننكرها ولا نستطيع أن نستغني. يعني اليوم وسائل الإعلام، هل تستطيع أن تستغني عن وكالة الأنباء رغم كل سلبياتها؟ بالتأكيد لا. لماذا لا تستطيع أن تستغني؟ مصدر المعلومات. غير هيك بحسابات الربح والخسارة، مشاركتنا في أي وكالة ربح كيف؟ الآن أنا لو بدي أغطي أخبار غير فلسطين غير غزة، ماذا سأفعل؟ المنطقيا أنه أنا بدي أوفد مراسلين وبدهم يقيموا وبدهم نفقات وبدهم أجرات وبدهم مكاتب، كل هذا لا أستطيع تحمله. لكن اشتراك واحد مع وكالة أو وكالتين، على الأقل وكالتين غالبا بتعمل الصحف، بغنيني عن كل هذه المسألة. طبعا بغنيني مبدئيا، لكن ينتفي عني التشابه الحصري. هل يمكن هذا سؤال مهم، هل يمكن أن تحقق الصحف سبقا صحفيا من وكالات الأنباء؟ لا. لكن هل يمكن أن تحقق وكالة من الوكالات سبقا صحفيا؟ نعم وألف نعم. بمعنى انفردت وكالة بنشر خبر أو صورة أو فيديو لحدث ما فهي حققت سبقا صحفيا، وزعته لمين؟ لكل المشتركين كلهم أخذوا نفس الخبر. هل بيقدروا يقولوا عن هذا الخبر أنه سبق صحفي؟ لا. لكن كيف يمكن أن نصنع منه سبقا صحفيا؟ بالضبط، بحثنا، أضفنا، توصلنا إلى أشياء جديدة. الأشياء الجديدة هي هذه الجديد في الموضوع، لكن المنشور، الشيء المنشور متشابه لا يحقق أي سبق صحفي. تفضل. ممكن يكون الصحيفة نفسها متعاقدة مع الوكالة على أساس؟ لا، حصري لا. لا، الوكالة تعمل للجميع، فيش أشياء خاصة، تشتغل مع الجميع. السرعة في تغطية الأحداث وسعة الانتشار، القدرة على الوصول إلى مواقع الأحداث، الصدور بعدة لغات كمان، وهذه ميزة يعني ما لا نستطيع عليها، مواكبة التطورات العالمية، توافر الإمكانات البشرية والمادية والتكنولوجية والإعلامية، كل هذه عندهم إمكانات يعني لا تعد ولا تحصى، خيال من الإمكانات. مهنيا، تشابه المضمون، الاحتكار والسيطرة، تشويه صورة العرب والمسلمين، تكوين رأي عام مساند وداعم للغرب، تعد بمثابة أزرع سياسية لدولها. الوكالات لها دور كبير في زرع السرطان الإسرائيلي في فلسطين وتغلغله بالعكس، وخلق صورة ذهنية معكوسة عن القضية الفلسطينية وعن الفلسطينيين. اليوم في كثير من الدول، لا مش كلها، في كثير من الدول الصورة بالمقلوب، بمعنى نحن نحتل إسرائيل وإسرائيل تعاني من ضرباتنا، إسرائيل تقع تحت نيران المقاومة الفلسطينية، هكذا تروج الرواية الإسرائيلية. طبعا بياخذوا الخبر، لكن لنا دور في هذا الكلام ويجب أن نعترف وننتقد أنفسنا، وخاصة المقاومة الفلسطينية صراحة أنه لها يعني تتحمل جزءا من هذه المسؤولية في تضخيم موضوع الأسلحة والترسانة العسكرية التي تمتلكها، لأن إسرائيل تأخذ هذه المعلومات وتأخذ هذه البيانات اللي بتطلع على الفصائل وبتضخمها أكثر وتروجها للعالم. تفضلوا، ماذا يمتلكون من ذخيرة هم بتحدثوا عنها تستطيع أن تضرب أقصى مكان داخل فلسطين المحتلة؟ فلذلك من حقنا، يعني هم ضعفاء ومن حقهم يدافعوا عن أنفسهم، أما نحن فنحن المحتلين وأصبحت المسألة والصورة بالمقلوب. هذا بتتحمل، أنا لا أقول كل شيء، أنا بقول تتحمل جزء من المسؤولية. من هنا بحكي لك انه لا،
مش ليس فقط ممكن يجيب لك. اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي سين من المقاومة الفلسطينية ردا مباشرة، ردا على إطلاق صاروخ من شمال قطاع غزة، فعل رد فعل، انتهت القصة. يعني لما انت يعني لا ننظر إلى المستوى المحلي، ننظر إلى المستوى العالمي. عندما أي طبعا هذا يتم ترجمته في أكثر من لغة للعالم، وما أدراك ما يحصل أحيانا في الترجمة، تتغير الكلمة قد تغير كل شيء. أراضي محتلة ولا أراضي محتلة، لا اليوم مختلفين على القرارات الدولية. صحيح، احنا نخطئ كمان في نقل اخبارنا عن انفسنا، دير بالكم في عدم دقه وعدم درايه وعدم وعي في نقل الاخبار، كاننا نبرر لاسرائيل اغتيالاتها. اسرائيل لا تحتاج، هي احتلال لا تحتاج الى مبرر، لكن احنا اللي بنبرر لها في بعض الاحيان من دون ان ندري. دير بالكم، انا لا اقول عن تعمد، عن عدم وعي للاسف. ننتقل الى نقطه اخرى، نأخذ نموذج من النماذج وكالات الأنباء العالمية قبل أن نأخذ نستعرضها. يمكن وكالات، أنواع وكالات الأنباء العالمية، ثم نأتي إلى هافاس أو AFP. أربع عندنا ثلاث، طبعا في تقسيمات كثيرة جدا، لكن أبرز هذه التقسيمات أو أكثرها انتشارا أنه في عندي ثلاث تقسيمات، دولية أو عالمية، وهي أربع وكالات في العالم. واحدة فرنسية وهي AFP، وكالة الأنباء الفرنسية، فرانس بريس أجنسي، تمام؟ و أجنسي فرانس بريس، آسف. وكالة الAB وهي أمريكية، واليوبي أمريكية، ورويترز بريطانية. هذول الأربع وكالات، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كانت في وكالة الخامسة وانتهت وراح. هذه مسألة عاد لا تستطيع تصل إلى مستوى العالمية ولا إقليمية كمان. يعني لا يوجد وكالات أستطيع أنه أراهن عليها بشكل قوي إقليمية. موجود بعض الأسماء لكن ليست قوية، هذا من ضعفنا إحنا. في كوادر، في كل شيء، في سياسات لا تريد أن تصل بالوكالات، في تقصير، في عدم التعاطي بجدية في هذا الموضوع، فيش استثمار في العالم العربي بالشكل الكامل الموجود عنده في الجانب الإعلامي في هذا الموضوع، وما إلى ذلك. يعني أسباب عديدة جدا، سياسية واجتماعية واقتصادية ومهنية. إقليمية يعني شبه دولية لسه لم تصل، موجود منها اتحاد وكالات الأنباء الإسلامية ومش قوي، مش قوي كمان. وفي عندنا وكالات وكالات قوية الآن تغزو العالم العربي والشرق الأوسط، وخاصة دي بألف أو دبا أو وكالة الأنباء الألمانية، وفي اللي هي شنخوا الصينية وموجود لها مراسلين داخل غزة. وفي عندي التصنيف الثالث أو النوع الثالث، وهو وكالات الأنباء المحلية. داخل كل دولة في وكالة أنباء رسمية، زي مين؟ وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، هذه وكالة رسمية لا تبيع الأخبار، هذه تنتج الأخبار لتقدم نشاطات الحكومة والوزارات والمواطنين وما إلى ذلك، لكن هي تركيزها الأكبر أو الجزء الأكبر من التركيز يذهب إلى الحكومة. هذه الوكالات الرئيسية في العالم كما ترون الأربعة الأساسية. طيب نرجع شوية، نأخذ بعض الأرقام شوية عن هافاس حتى يعني نشوف إيش يعني وكالة أنباء. هافاس أول ما نشأت كانوا وكالتين مع بعض، وكالتين وتم اتحدوا وأنتجوا وكالة الأنباء الفرنسية. وأول بدايتها الأولى 1835، تاريخ 1835، وصارت اليوم من أهم الوكالات العالمية. نيجي نشوف بعض الأرقام، هذه اللي إلها أنا لا يعنيني الرقم بقدر ما يعنيني دلالة الرقم. نأتي أول شيء، خدماتها ماذا تشمل؟ فيديو، نص، صورة، وسائط متعددة، رسوم بيانية اللي ذكرناهم قبل قليل، يعني كل المنتجات. طيب نيجي نشوف بالأرقام، 200 مكتب في العالم، 200 مكتب، تصوري 200 مكتب في العالم، بتغطي 150 بلد. طبعا دولة، في بعض الدول زي أمريكا تلاقي عشرات عشرات، ليس شرطا في كل الولايات وليس شرطا في كل الدول، في دول هادئة ولا يوجد فيها أحداث، لا تستدعي أنه أنا أبعث لها
ممكن لو صار في حدث انا ببعث مراسل مهمات خاصه وخلص. 1500 صحفي على مدار الساعه بنقول لنا الاخبار. 2260 موظف بيواكبوا العملية بين مصورين ومنتجين وسائقين وفنيين ودعم فني وكله. 80 جنسية مختلفة. دولة. الوكالة الأنباء دولة. دولة في قلب دولة. اه طبعا. انت بتتحدث عن عالم، عن قارات وعن 7 مليار هناك. الآن نأتي إلى شيء آخر. لاحظوا معي. لو تحدثنا خلال يوم واحد ماذا تنتج لنا الوكالة؟ طبعا هذه الأرقام مصدرها موقع وكالة الأنباء الفرنسية باللغة العربية، يعني المصدر منهم. 5000 خبر يومي، منها 1250 خبر متعدد الوسائط مدعوم بصور ورسوم وكذا وفيديوهات وما إلى ذلك. 3000 صورة، 200 فيديو. طبعا 3000 صوره ما تحسبوا انه مصور اجى على حدث وصور 500 صوره، اخذ منهم واحده او تنتين، هذا ما نحسبوش، لانه هيك بيطلع عندنا 300000 صوره بالضبط. 3000 صوره عن حدث او موضوع معين، 200 فيديو، 100 رسوم بيانيه او تفاعليه. طبعا الرسوم البيانيه في منها ثابت وفي منها ستيل متحرك فيديو. 6 لغات. هذا كله يتم تقديمه بست لغات، اللي هي فرنسي، انجليزي، الماني، عربي، اسباني، برتغالي. بالعكس، ليش؟ بالعكس، عندنا الحمد لله مكتب الفرنسيه، مكتب رويترز، مكتب الاي بي، مكتب اليو بي، كلهم مراسلين فلسطينيين. مين اللي بيشتغل؟ واكفاء جدا المراسلين بيشتغلوا فيهم. يعني بالعكس، انت اهلي نفسك انه يكون عندك طموح ان شاء الله تكوني مراسله لوكاله من الوكالات ان شاء الله. ناتي الى، نحاول ان نختصر بعض الاشياء، ناتي الى وكاله الانباء العربيه. اول وكاله انباء عربيه هي وكاله انباء الشرق الاوسط، الف شين الف، اشا اختصارها الف شين الف، تمام؟ باقية إلى يومنا هذا وتقريبا شبه رسمية، يعني بتركز أكثر على الحكومة. طبعا لا تصل إلى، البعض يصنفها إقليمية لكن أيضا ليست قوية، لأنه تركيزها الأكبر على ما هو كيف تحسب في معايير. يعني هل هي العملية جزافية زي ما بدنا نعمل في المواقع الصحفية الإلكترونية اللي بسموها وكالات؟ لا، تسمي اللي كما تشائين، لكن عند المعيار المهني في معايير. معايير تتعلق بالإنتاج، نوعية الإنتاج، اللغة، اللغة مهمة جدا. طب لو أنا بنتج مش قديش قلنا تو الفرنسية؟ 5000 خبر. لو أنا بنتج 10000 خبر بلغة واحدة، لا أصل إلى أي درجة من درجة العالمية، لأنه من يقرأ لي؟ جمهور واحد. كل ما زاد الجمهور كل ما كانت عالمية أكثر. في الإعلام الدولي في شروط عديدة يجب أن تتحقق، أهمها شرطين حتدرسوا أيضا مساق الإعلام الدولي. إيش هما الشرطين؟ شرطين عشان أتحدث إنه هذه الفضائية والله فضائية دولية بالمعايير المهنية. امتلاكها للغة، تجاوز الحدود. تجاوز الحدود، كل الفضائيات تجاوزت الحدود، لكن امتلاكها للغة، أي من فضائياتنا تمتلك لغة غير اللغة العربية؟ الجزيرة فقط، فقط. وما عدا ذلك، هو أنا بدي أحسب نفسي أقول الإعلام أو الشعوب العالمية لا تتابعني بدها تتابعني باللغة العربية؟ هل يعقل؟ لا، بس العالم العربي فقط. هذه مشكلة كمان عندنا إحنا، ما نوصلش الرسالة بلغة ثانية. هذه مشكلة عميقة لدينا في العالم العربي والإسلامي، وخاصة إحنا كفلسطينيين لدينا قصور كبير جدا في إيصال رسالتنا إلى الجماهير اللي إحنا بدنا نستهدفها. احنا للاسف حتى المسؤول الرسمي يقف في المؤتمر الصحفي نطالب الامين العام كوفي عنان، وهل يسمعك كوفي عنان بلغتك؟ هل بسمعك بلغتك؟ مش دائما، ويمكن الترجمه تكون محليه للمستمعين فقط.
الرسالة يجب أن تصل بأسلوب إعلامي قوي ويكون في مستقل كمان، ما يكونش رسمي عشان لا يحسب إنه هذا لصالح الحكومة أو لصالح حزب. هو هذا الصح. ايش عفوا؟ الان انا كمستمع او مشاهد وبيحكي لي المحل اللي عندي، القاضي اللي عندي بيحكي لي باللغه غير اللغه، طب ما راح اعالج. لا لا، في مخرج، في مخرج. لحظه بس، من واقع التجربه العمليه يا جماعه، كنا في معظم اللقاءات اللي تصير مع مسؤولين رسميين او مهمين في الفصائل، ايش بيعملوا؟ بعد ان ينتهي المؤتمر الصحفي، الصحفي اللي بيحترم مهنته بيعرف ايش يعمل، بياخذ جزء من هذا الجزء العربي، لكن بقول له لو سمحت اعطيني ملخص المؤتمر بالانجليزي. بعمل معه لقاء خاص على جنب، ملخص المؤتمر باللغه الانجليزيه. بجيب مترجم او هو بترجم له اياها. المهم انه يعني في خصوصيه لهذه العمليه. فاحنا شايفين دلالات الارقام انه احنا امام مؤسسه عملاقه. عملاقه ضخمه، مؤسسه اعلاميه، اقتصاديه، مهنيه، وفي جزء منها سياسيه. هذا موقع الشرق الأوسط. في عندي، إذا بتحب تدخلوا على موقع اتحاد وكالات الأنباء العربية فنا، وفي عنا هاي وكالات الأنباء العربية الرسمية، البتراء وام وات وأوج وماب وما وسبأ وأشا وأونا وكونا وفقنا ووفا وواع وسانا ووانا و... لا لا، اختصار، اختصارات يا جماعة، هذه الأسماء اختصارات، اختصارات ليست أسماء شخصية يعني. أو مثلا اللي أنشأ الوكالة سمى الوكالة باسم ابنه أو بنته، لا، هذه أسماء اختصارية. مثلا مع بعض التغييرات، مع بعض التغييرات. خمسة آلاف خبر. أكثر. في سؤال مهم يعني زميلتكم بتسأل، بصير في العالم 5000 خبر أكثر؟ هذا ما ينشر، وما لا ينشر في أعداد إضافية لا تستحق النشر، مش مهمة، تحتاج إلى لسه لم تستكمل وما إلى ذلك. أنت بتتحدث عن أكم قارة؟ 7 مليار، أحداث، دول، صراعات، نزاعات، حروب، سلم، مشاريع. 5000 خبر بتطلع محصلة عادية يعني، مش شيء ضخم كبير. مهنيا ضخم في العمل، لكن هو على مستوى البشرية رقم مش كبير. حننهي دقيقتين وننهي إن شاء الله. فقط هذه النقطة بدي أتوقف عندها، هل وكالات الأنباء وسيطا إعلاميا أم وسيلة إعلامية؟ ما معنى وسيط؟ وسيط ووسيلة، لماذا؟ تمام. وسيله انه هي اللي ايضا تنشر الاخبار، يعني ممكن الثاني يعتمد عليها فقط. طيب، كلام جميل، بس الثانيه انت يمكن ما حطيتهاش في القالب المضبوط. تفضل احكي. انا كجمهور او كانسان بدي اسمع خبر، ما بروحش على وكاله 100%، عشان هيك تعتبر وسيط. لكن انا كاتب لكم اليوم في تطور صار. تفضل يا سحر. هي وسيله للوسائل. تمام. بينها وبين الجمهور. وكالات الأنباء هل فكر أحد منكم في التوجه إلى وكالات الأنباء للحصول على الأخبار مباشرة؟ اليوم اليوم صارت، بس بالمفهوم الكلاسيكي والتقليدي إحنا بناخذ الأخبار من وسائل الإعلام مش من الوكالات. يا طب مين الوسائل؟ هي الوسيط، وسائل الإعلام، وكالات تبيع لوسائل الإعلام. وسائل الإعلام تنقل للجمهور بدورها، لكن هذه العملية تطورت اليوم. كيف تطورت؟ عشان نفهم كيف شكل التطور. يعني بالمفهوم الكلاسيكي التقليدي، الوكالات حتى وقت قريب كانت فقط وسيطا إعلاميا بين الوكالة، بين الحدث وبين الجمهور. اليوم أصبحت
وسيطا ووسيلة إعلامية. كيف؟ من خلال مواقعها الإلكترونية ومن خلال بعض المشاريع اللي بتتعلق بفضائية، يعني رويترز بدها تعمل فضائية، الاي اف بي بدها تعمل فضائية وما إلى ذلك. يعني أنا كمستهلك، كجمهور، كقارئ، كمشاهد، ممكن أسمع الخبر مباشرة أو أقرأ الخبر مباشرة. نعم. الآن ممكن أي واحدة منكم لما تروح تفتح موقع وكالة رويترز، ستجد عدد كبير من الأخبار، رويترز أكثر من الفرنسية، بالعربي، موجود بالعربي كمان، إلها موقع. طب أنا من وين حصلت الخبر؟ مباشرة من الرويترز. نعم، هذا لم يكن موجود في السابق. افتح موقع وكالة الأنباء الفرنسية، هاي المعلومات جبتها من موقعهم، الأرقام والإحصاءات الجديدة. إذا أنا توجهت للموقع هذا، بصير عندي إنه اليوم تحولت المسألة إنه هي وسيط وهي وسيلة إعلامية في نفس الوقت، لكن مش بنفس القدر إنه الانفتاح لزي الوسائل. يعني بتقدرش تعطيني حجم الأخبار اللي بتعطيني إياه الوسائل، أو هي لا تحرص على هذا الكلام لأنه هي تبيع بدرجة أساسية منتوجاتها. هذا هو التطور الحاصل في هذا الإطار. كل ما سبق بناء عليه، هل يمكن لصحيفة أن تستغني عن الاشتراك في وكالة؟ تعيش، تشعر كأنها تعيش فقط في المجتمع المحلي، فقط فجوة بينها وبين العالم، ولأنها لا تمتلك الإمكانات اللي تجعل تمكنها من تعيين مراسلين خارجيين، فالأفضل والأكثر ربح يعني توفيرا إلها إن هي تشترك في أخبار وكالة الأنباء. جماعة، وكالات الأنباء تعرض من خلال شاشة بسموه الوير، بيكون عندك باسورد أنت كمشترك، أي مشترك بيفتح الشاشة 24 ساعة لا تتوقف الأخبار في كل المجالات. أنا كمشترك أخذ منها ما أشاء أو ما أخذش ما أشاء. وكالات الأنباء كيف أنا يعني كيف طبيعة الاشتراك بتكون؟ عبارة عن من خلال الكمبيوتر، في عندك باسورد، تفتح في إشارات طبعا وعلامات خاصة للوكالة، لا للمشتركين فقط، للمشتركين. ولديك طبعا في بعض الأخبار الهامة بيعطيك جرس أو صورة أو ضوء معين أو إشارة معينة، فلاش معين، هذا بتختلف من وكالة إلى أخرى. يعني أنت بتجلسي أمام الجهاز، في ناس مخصصين فقط في كل الوسائل إنهم هم يستخرجوا أو يترجموا وينتقوا ويكملوا على هذا الخبر، ينتقوا، لأنه في شغلات بنعيد صياغتها وفي شغلة اسمها إعادة تحرير برقيات وكالات الأنباء. يعني ليس كل ما يؤخذ عن الوكالة يؤخذ كما هو، ممكن يغير، يضاف، نطور، نضيف عليه أشياء جديدة وما إلى ذلك. عشان مش تستمر، عشان تتنوع أخبارها وتتعدد تغطياتها للدول المختلفة ولا تبقى حيز التغطية محلية، لأنه هيك بتضلها محلية. وأنا الأخبار المحلية تحصيل حاصل ممكن أشوفها في أي أو أتابعها من أي موقع أي آخر. في تنوع، في سرعة، في تكلفة أقل في هذا الإطار. آخر نقطة، في منافس صغير مش قوي لوكالات الأنباء بدأ ينمو في العالم، اسمه مكاتب الخدمات الصحفية العامة. مش منافس قوي لكن بدأ ينمو، قد نجد بعد 10 سنوات تطورا هائلا. هذا في نموذج منه اسمه خدمة صحيفة نيويورك تايمز اللي منكم بتتابع، هذه بتبيع قصص فيها خصوصية زي ما حكيت توي، ممكن تبيع لبعض المؤسسات بشكل خاص أو تنتج لهم بشكل خاص أو ما إلى ذلك. بتبيع موضوعات، قصص إنسانية، فيديوهات، شغلات من هذا القبيل، لكن لا زالت حيز انتشارها محدود ومش كبير، عدد لغاتها متوسط وبسيط، يمكن حتى الآن أكثر شيء باللغة الإنجليزية وما إلى ذلك. هذا تقريبا ما يتعلق بوكالات الأنباء. آخر نقطة، معلش عذرا، حتى ننتهي من موضوع الوكالات. الآن أنا وكالة إجتني الأخبار، هل من حقي أن أضيف وأعدل بعض الأشياء؟ طبعا من حقي. الوكالة إبتا بتعطيك كمشترك الخبر ولا تتدخل فيما بعد ذلك، بشرط لا تشوه ولا تنقل خطأ أو زورا أو بهتانا على لسان الوكالة فقط. طب إيش بنعمل إحنا دورنا؟ في عنا عدة أدوار، هذا النقطة جدا مهمة. ماذا نفعل كمحررين خاصة اللي بتلقوا هذه الأخبار؟
التدقيق في الأخبار المهمة والانتباه إلى تلوينها من خلال الاطلاع. يعني إجاني خبر مهم جدا حساس، يجب ألا أخذ بصورة عفوية، أتأكد. إجاني الخبر من رويترز، أنتظر خبر آخر من فرنسية، أنتظر، أسأل مراسل، أسأل حتى أتثبت من صدق الخبر. مراعاة الناحية اللغوية أحيانا، خاصة اللي بيكون مترجم بيكون في شوية عدم دقة في الترجمة الإعلامية. مراعاة السياسة التحريرية، وهذا من مراعاة السياسة التحريرية بمعنى المصطلحات بدرجة أساسية، تغيير بعض المصطلحات المستخدمة، استبدال بعض هي بعض المصطلحات التي تصف بعض الأشياء بغير مسماها الحقيقي زي الإرهاب وما الإرهاب والقصص هذه كلها، تقديم خلفية معلوماتية إضافية. ممكن هو كاتب الخبر معلومات لكن مش كاتب تفاصيل أنا كصحفي فلسطيني بعرفها أكثر منه، فممكن أضيفها. استكمال الخبر، هذه نقطة جدا مهمة. أنا استقبلت، إجت صحيفة فلسطين استقبلت الخبر من وكالة رويترز مباشرة، أرسلت مندوبها إلى شخصية ذات علاقة بالموضوع وطلبت منه تعقيب، طلبت منه تصريح، أرسلت أكثر من مندوب وجاءت بمعلومات جديدة. هذا بيكون أفضل إلي، بيكون أنا أضفت أشياء جديدة على الخبر. طب لماذا نحرص على العمل بهذه الطريقة؟ لأنه أخبار الوكالة متشابهة، إذا كنا نشرناها بنفس الآلية ونفس الطريقة كأنها نسخة واحدة. هذا بحقق لي نوع من أنواع التميز، أنه أنا أضفت شيء جديد على هذه الأخبار. آخر شيء، الوكالة دائما تضع للخبر عنوان رئيسي واحد، ولا تضع لا عناوين إشارية ولا تمهيدية ولا فقرات ولا ثانية ولا فرع ولا شيء. تعطي الخبر بالعنوان للمؤسسة وأنت لك أن تغيري ما تشائين، بدك تخليه كما هو، تغيري تضيفي تبدلي، هذا من اختصاص المؤسسة الإعلامية. هذا النقاط الأساسية في موضوع الوكالة. بتبقى علينا مش الآن، في مساقات أخرى إن شاء الله، في مساقات أخرى، إنه آليات عمل الوكالة وصناعة الخبر داخل الوكالة كيف تتم، وما هي القواعد المهنية الأساسية التي تتبعها الوكالة في عملية التغطية. هذه النقاط ذات علاقة مباشرة بكل ما يتعلق بموضوع الوكالات. يتبقى لدينا موضوع آخر لن ندرسه في هذا المساق، يمكن أن ندرسه إن شاء الله وسنلتقيكم في مساقات أخرى، وهو آليات عمل الوكالة وصناعة الخبر داخل الوكالة والقواعد المهنية التي تتبعها الوكالة لصناعة أخبارها. نلتقيكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة.